في الليف. طلعي من دارتك شوف. انت شو تحكين مع بنتي كذي؟ يا هاي بنتك بعد. لا عاد شنو؟ اي بنتي يابا. ايش تردين؟ ايش بيها؟ انت شوفي اي واحد يجيك من طرف تحكين مع عدل، ولا ترى تعرفين شغلك؟ هذا بيتي وانا ضفتكم، ولا تبين اعلمك الادب بالحكي بعد؟ لا لا اطمئني، اعرف احشي احسن منك، ولو ما اعرف كان ما خذاني عيسى. اخ بس اخ اما يفركك احطك بين يديني وافركك واعضض اصبط روسي. حبيبتي لهالدرجه تحبيني؟ يعني تحبك القراده قولي امين. سمعت طلعوا من بيتي احسن لكم، ولا بتشوفين شيء ما صار ولا استوى. شوفوا لكم يا خور وقعدوا دفعوا كروته وقعدوا فيه، فهمتي؟ والله لا اجيبهم واحد واحد هنا واقعدهم على قلبك، حتى ابوي اجيبه، واخوي قاسم اطمئني يشتغل ويا عيسى بالدكان. يحق لك يحق لك تطولين لسان، شختي؟ طبعا شختي، بس شرها مو عليكم، شرها على الغبي اللي عندي عيسى. لا تستعجلين حبيبتي، تشوفين. سلامة. هل عيوني انت اغاتي؟